وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن من وحد الله وكان تقيا كان لله وليا، ومن والى الله فاز بكل خير. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. عباد الله، إن الله خلق الإنسان وأسكنه الأرض ليعمرها بالتوحيد والعبادة وليصلح فيها. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأصلح الله الأرض للإنسان ونهاه عن الإفساد فيها، فقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يحب الفساد ولا المفسدين، فقال سبحانه: والله لا يحب الفساد. وقال سبحانه: إن الله لا يحب المفسدين. فالواجب يا عباد الله على الإنسان أن يصلح في الأرض ولا يفسد فيها، فإن الإفساد في الأرض من صفات الفاسقين الخاسرين.